ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم مبروك وعواشكم مبروكة كده مع رمضان. دابا عندنا الساعة عندنا 8:30 يعني بالمغرب الساعة 5:30 ديال الصباح. غدا نمشي وأخيرا بعد الصبر اللي صبرت ديك صالح ملي مشيت الشارع 10 باش دفعت على حسب الباسبور ديالي لان لا كانت مساليه ليا بعدي يلا جات الموافقه باش غادي ندير لاكارت هنايا. دابا غنمشي لواحد البلاصه بحال تكون مساليه كبيره كون غادي ياخذ لي البصامه على حساب لاكارت. واخيرا جا الفرج كون بزاف ومنا كذلك غادي نمشيو ل مصر غنمشي نبسم غنمشي مسكينة عند السيدة اللي كانوا وقفوا معايا في العملية الناس الله يعمرها دار غريا ورجلها اللي لقيتهم لقيناهم مسكينة سعيدة. دابا دخلت العمليات دخلت مع 8 نيشان مسكينة. دابا جات من سوء حظي انني ما كنتش معاها وهي داخله غنمسكنه تاع عمليه على المراره الله يشافيها ويعافيها ويقومها بالسلامه. ايوا هانتوما معايا نصور لكم هاد البلاصه لقطات من الفيديو. صباحكم مبروك فرجه ممتعه. مازال اليوم 9 ايام في رمضان عندنا يوم 9 ايام ديال الصيام يعني كاينين الناس حتى شادي جيت للمحكمة يعني كاينين الناس محركين يعني فايقين بكري اللي غادي لخدمته الله يعاونو. قلنا الجو ساكت الجو اليوم زويون يعني الصبح بارد على الشمس مع الصبح مازال بكري. البلاصه اللي تبيعوا فيها الصبر بالجمله يعني السبرديلات دابا
يلا وصلت، خرجت من درت البصمات. دابا يلا جينا للبلاصه فين المستشفى، فين كاينه السيده اللي دارت العمليه مسكينه. والله الا تعطلت بزاف، خداو منا وقت بزاف. دابا يلا غادي نمشيو ندخلو نشوفوها. مسكينه دارت العمليه وفاقت وحنايا مازال. والله الا بقات فيا بزاف بزاف. دابا حنا جينا غادي ندخلو نشوفوها. داخلين عندها الشومبر. الجو زوين هنايا في المستشفى، هاد البلاصة الفلاحية كاين الهدوء. دابا صافي حنا غادي نطلعو، دابا غادي طلع السيدة مسكينة الله يشافيها ويعافيها، وغادي نمشيو. دابا حنا سميتو قربنا نخرجو من الطبيب، نوصل نصور. صافي وهنايا بعد ما مشينا بصمنا، مشيت لقيت بزاف ديال المغاربه. انا صحتي كاع ما كاينينش، ما بقاوش المغاربه، لقيت بزاف 20 وحده. كاينه وحده من اكبر وحده لقيتها، بصح ما دفعتش الجنسيه، عندها ولاده زايده في 62 1962، اكبر وحده لقيت تمايا. لقيت
يعني قلت لك انا هنا 30 عام 20 عام 40 عام، يعني كاينين مغاربه قدامين هنايا، وجوج وكاينين جوج رجال بوحديتهم، رجل كبير في السن مغربي وواحد اخر بنات ظريفين اللي كانت معايا. ايوا صافي، كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. انا مشيت بالصمت واخيرا جا الفرج، مشينا بصمنا. دابا قال لك لاكارت جديده تتعطل، لاكارت جديده تتعطل يا 3 شهور عاد باش يجينا رد، وانا من شهر 10 باش مشيت للسفره. يلاه جانا اليوم الفرج، يعني الحمد لله بعدا كن، وانا تسلاولي الوراق لا الباسبور لا الورق ديالي. المهم خليتكم على خير، ومشيت شفت السيده مسكنه زادت تروح للطبيب ودارت العمليه على المراره. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم سالمين، ما تنسونيش من لايك والاشتراك والضغط على زر الجرس، فضلا الله يسامحنا باش نشوفوا جديد وصفات جديده بسيطه. مع السلامه.